السلام عليكم طلاب، وصلنا للليكتشر الثالثة، البارت الأول اللي راح ناخذ به المكزيلا والمندبل. طبعا المكزيلا والمندبل بهم نحكي عن هواية، ولازم نفهمهن لأن عن مد شوية نمهد للأورال كافيتي اللي هو تجويف الفم. خلينا نبدأ بالمكزيلا بالبداية. طبعا أول شيء المكزيلا، أكو اثنين مكزيلا، تمام؟ مكزيلا موجودة بالرايت ومكزيلا موجودة باللفت، هاي كلكم تعرفوها. المكزيلا بون، وصلنا للمكزيلا، خلينا نقرا شوي عن المكزيلا. ذا مكزيلا نسميها الابر جو اللي هي الفك العلوي، باللاتيني اسمها مكزيلا. سبيرد بون شو تكون اسمها، انه هي تكون بيرد بون، واحده موجوده باللفت وواحده موجوده بالرايت. بيرد يعني زوجيه، يعني اثنين. ذا تو مكزيلاري بون اللي هي المكزيلي ار فيوز ان ذا ميدلاين باي ذا انتر مكزيلاري سوتشر تو فورم ذا ابر جو. حتى شنو تسوي لي؟ تسوي لي الأبر جو، إنه يقول لك هذين المكزيلا الموجودة باللفت وموجودة بالرايت، تمام؟ يتحدن مع بعضهن بواسطة الانتر مكزيلاري سيوتر، هذا السيوتر، تمام؟ اسمه انتر مكزيلاري سيوتر، تمام؟ هاي وين؟ هاي حتى يسوي لي الأبر جو، تمام؟ طلاب المكزيلا مثل ما تعرفون إنه المكزيلا ما موجودة فقط هنا، يعني ما موجودة فقط هنا، تمام؟ وإنما تمتد لي للأورال كافيتي. تمتد لي الاورال كافيتي بحيث تكون لي الهارد بلايت. هسه بعدين راح ناخذ شنو الهارد بلايت والسوفت بلايت. المهم اللي اريد اعرف منكم انه هي راح تسوي لي السقف مالت الفم. السقف مالت الفم يعني شلون؟ هسه اوضح لك دقيقه. هاي المكزيلا طلاب، هاي المكزيلا تسوي لي السقف مالت الفم. دقيقه بس خلي اشيل المندبل لك، تمام؟ تشوفون هاي المكزيلا، هاي المكزيلا، المكزيلا ليفت والمكزيلا رايت يسوون السقف مالت الفم، هي والبالاتاين، هي والبالاتاين، تمام؟ يسوون الهارد بلايت. بعدين راح نعرف شنو الهارد بلايت. المهم خلينا نرجع. قلنا انه هي راح تسوي الابر جو، راح يتحدن ذني من هنا، يتحدن من هنا بواسطه الانتر ماكزيلار سوتشر. زين سؤال، فقط بالانتر ماكزيلار سوتشر راح يتحدن؟ لا، وانما بالسقف مالت الفم اللي هو الروف، تمام؟ اللي هو اسمه هارد بلايت. راح يتحدن من هنا بواسطه السوتشر. طبعا انا السوتشر ما مأشر عليه، ان شاء الله بس نتخلص محاضره اشر لك عليه. هنا هناك السوتشر اسمه ميديان سوتشر. شو اسمه؟ اسمه ميديان سوتشر، تمام. يقول لك ايتش ماكزيلا، ايتش ماكزيلا هاز فايف بارت، هاز فايف بارت يعني بيها فايف بارت، تمام؟ وبيها باري، تمام؟ يعني بيها جسم. هذا الجسم انه بي فور بروسيس. البروسيس راح نجي ناخذهن، طبعا عوفك من هاي الفايف بارتس مو مهمة. المهم هي بيها بادي وبيها فور بروسيس، فور بروسيس، وبيها ايضا المكزيلا فور سيرفيس، فور بروسيس وفور سيرفيس. زين وين هالبروسيس؟ عندك الفرونتال بروسيس اللي هي هاي، وعندك الزايغوماتيك بروسيس اللي هو هذا، وعندك هنا بروسيس اسمه الفيولر بروسيس. الفيولر بروسيس اللي راح تتصل بهذا البروسيس الاسنان التيف، تمام؟ تمام، هذا الالفيولر بروسيس، عرفنا الالفيولر بروسيس. كذلك عندنا بعد شنو؟ عندنا هذا الالفيولر بروسيس مثل ما تشوفوا، هذا شلون بارز، تمام؟ هذا الالفيولر بروسيس. هسه احنا خلصنا ثلاثه، بقى واحد. هذا البارت هنا، البارت مالت المكزيلا، هاي الليفت وهاي الرايت. البارت مال المكزيلا اللي يكون لي السقف مالت الفم اللي اسمه هارد بلايت، هنا البارت اللي هو هذا البروسيس، هذا البروسيس اسمه بالاتاين بروسيس اوف مكزيلا، تمام؟ هذا الليفت وهذا الرايت، هذا البالاتاين بروسيس مالت الرايت مكزيلا، وهذا البالاتاين بروسيس اوف ليفت مكزيلا، تمام؟ وصلنا للبودي مال المكزيلا. هسه شنو؟ خلينا نقرا عن البودي مالت المكزيلا. يقول لك ذا بودي اوف مكزيلا، سوري، بس ذا بودي اوف مكزيلا از سنترال portion of maxilla housing the maxillary sinus and supporting the four process of maxilla. يقول لك هذا البادي مالت المكزيلا، تمام؟ يمثل السنترال بورتشن، اكيد سوري سنترال بورتشن يعني يمثل لي المركز، يعني هو اكيد المركز مالت المكزيلا هو البادي مالتها، ومنها يطلع البروسيس منها، تمام؟ يقول لك هو سنترال بورتشن اوف المكزيلا هاوسينج ذا ماكزيلاري ساينس. تحته بعدين راح ناخذ ماكزيلاري ساينس، تمام؟ اللي هي جيوب الانفيه. يقول لك هذا بالمكزيلا بالبادي اكو جيوب انفيه هنا، بعدين راح ناخذها، تمام؟ اللي هي اسمها الماكزيلاري ساينس. And supporting the four process. Supporting the four process. وبي هذا four process، تمام؟ four process.
for process of the maxilla. The body of the maxilla has four surfaces. أيضا عنده four surfaces اللي هو the anterior surface, the nasal surface اللي مبين لي منه أنا راح يبين من nasal cavity بعدين راح نأخذهن. كذلك عندنا the infratemporal surface اللي راح يبين لي منه أنا بعدين راح نأخذ كل واحد بالتفصيل. راح نجي لل surface of maxilla. نجي أول شيء اللي هو the anterior surface. The anterior surface of body of maxilla features the following structure. أنه راح تبين بي بعض structures. تمام؟ أول structure راح نأخذه اللي هو nasal notch. يقولك هذا the anterior, هذا the anterior surface. يقولك بي notch اللي هي high notch. اللي اسمها anterior notch. Sorry اسمها nasal notch. High nasal notch أنا مأشلك عليها. نيزال ناتش تشارك لي في تكوين الحواف. تمام؟ هاي المجزلة تشارك في تكوين النيزال ناتش هي والرايت تكون لي الحواف مالت من مال النيزال كافيتي. تمام؟ النيزال ناتش والإنفرا أوربيتال مارجن اللي هي هاي الإنفرا أوربيتال مارجن مال الأوربيتال كافيتي. تمام؟ اللي راح يشارك بيها المجزلة والزايغوماتيك. تمام؟ ده تشوف هذا زايغوماتيك أيضا يشارك بيها. تمام. الانفرا اوربيتال فورامينا اللي هي هاي اكو فورامين هنا اسمها انفرا اوربيتال فورامينا هي عباره عن فورامينا فورامينا نهائيه مين من الانفرا اوربيتال انفرا اوربيتال كانال بعدين راح ناخذها هسه راح ناخذها بالتفصيل فورامينا والكيناين فوسا اللي هي هاي الكيناين فوسا وهنا الكيناين اليمنتس تمام اذا هنا الكيناين فوسا تمام خلي نجي نقرأ واحدة واحدة. أول شيء نأخذ النيزل نوتش اللي هو هذا. هذا النيزل نوتش. تمام؟ اللي راح تشارك في تكوينه المجزلة ليفت ومجزلة رايت. الرايت مجزلة والليفت مجزلة. is a curved margin. عبارة عن margin تكون curved. يعني شنو curved؟ يعني هيك مقوسة. يعني مثل مقوسة أو معوجة. تمام؟ فيقول لي is a curved margin of bony anterior nasal aperture. طلاب شنو هاي anterior nasal aperture عبارة عن خلي نجي نقرأ هذا الموضوع قبل لا نجي ناخذ ال structure لازم أنا أعرف شنو anterior nasal aperture اللي أسميها piriform aperture or opening aperture يعني opening يقصد تمام شنو هاي عبارة عن هاي aperture عبارة هاي بالأحمر جاي شوفوها تمام اللي هي هنا هاي aperture اللي هي فتحة الأنف اللي تكون anterior تمام وكو posterior بعدين راح ناخذ posterior تمام هسه إحنا ناخذ anterior يقول لك هاي الانتيريور تمام هاي فتحة الأنف اللي هي فتحة النيزال كافيتي شو اسمي يسميها piriform aperture أو يسميها anterior nasal aperture الباوندريز مالت هاي ال anterior nasal aperture يقول لك النيزال بون من السوبريور تمام هنا راح يكونها النيزال بون من السوبريور تمام اللي هو هاي النيزال بون واحد لفت وواحد رايت ومن الانفيريور راح يكونها المجزلة من اللفت ومجزلة من الرايت تمام فهو شيء يقول لك هنا يقولك نيزال بون من جهه السوبريورلي والتو ماكسيلاري بون من جهه اللاترال والانفيريورلي يقولك هاي 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 المكزيلا اللي هي بالليفت وبالرايت المكزيلي هنا يقول لك راح تكون الانفيريور مالته وراح تكون اللاترال مالته تمام كذلك هنا راح تكون الانفيريور مالته وتكون اللاترال مالته تمام طلاب لازم نفرق بين شغله نفرق بين الانتيريور نيزال ابيرتشر وبين النوزترالز نوزترالز او النوزترال اللي هو هذا تمام هاي الفتحه مال الانف اللي هنا كارتلج يكون مو عباره عن بون تمام هاي لازم اميز بين هاي واميز بين هاي تمام هاي اسمها النوزترال اثنيناتهم نوزترالز تمام هسه عرفنا شنو الانتيريور نيزال ابيرتشر اور بايرفورم اور اقدر اسميها بايرفورم ابيرتشر اور اوبننج تمام عرفناها خب يقول لك located هاي خلي عيدها النيزال notch يقول لك curved margin of the bone anterior of the bony anterior nasal aperture located on the anterior surface of body of maxilla وين موجودة؟ موجودة بال anterior surface أكيد لأن النيزال notch هي من اللاندمارك مال anterior surface مالة المكزيلا تمام الانفرا اوربيتال مارجن اللي راح تشارك في تكوينها راح تشارك في تكوين الانفرا اوربيتال مارجن تو بون الزايغوماتيك بون والمكزيلا بون خليني اجي نقرا عليها يقول لك is a lower margin of the orbits or orbital cavity formed مكونه partly جزئيا بواسطه المكزيلا والجزء الاخ بواسطه الزايغوماتيك بون اذا تشوفوه هنا هاي الانفرا اوربيتال مارجن راح تتكون بواسطه المكزيلا وتتكون بواسطه الزايغوماتيك بون تمام خليني اجي نقرا الانفرا اوربيتال فورامينا الانفرا اوربيتال فورامينا is opening on the interior surface of the body of the maxilla located below the infra orbital margin
هذا الانفرا اوربيتال مارجن هي جواها تمام جوا تمام located below the infraorbital margin it is the outer opening of the infraorbital canal serving as the passage for the infraorbital nerve as well as for the infraorbital artery and vein. شنو هاي؟ يقول لك عبارة عن عن فورامينة تمام؟ موجودة بالانتيريور سيرفيس تحديدا تحت الانفراوربيتال مارجن. يقول لك انه هاي الفورامينة هي تمثل لي الاوتر اوبننج اوف ذا انفراوربيتال كانال. طلاب اكو كانال تمام؟ اكو كانال راح تمتد لي من هنا تمام؟ تمتد لي من هنا تمام؟ تنفتح بهاي كانال قناة تمتد لي منها بعدين راح ناخذها هاي الكانال. يقول لك تنفتح وين هاي فتحة القناة اللي هي الاوتر يقول لك بالانفرا اوربيتال فورامنا بعدين راح ناخذها ونفهمها بالتفصيل. It is outer opening of the infraorbital canal serving as the passage. يقول لك هاي الفورامنا او والكانال اللي متصلة بيها تمام يقول لك هاي راح يمر من خلالها نيرف وارتري وفين. هذا النيرف والارتري وفين بنفس اسم الفورامنا اسمها infraorbital nerve والinfraorbital artery and vein. تمام. الكينين فوسة. شنو هاي الكينين فوسة؟ is a debrisian sorry is a debrised area عبارة عن area. شنو فوسة؟ فوسة يعني هنا من دقيقة. هاي الكينين فوسة أول شيء تكون تحت الانفراوربيتال مارجن اللي هي هنا موجودة. هنا من أخلي إيدي شون تطمس أو تخفس تخسف بحيث تكوني كينين فوسة. تمام هي هاي الكينين فوسة عبارة عن خسفة هنا تمام بحيث من نخلي ايدي هنا احس بالخسفة. تمام نجي نقرأ عليها. يقول لك a debrised area of the anterior surface of the body of the maxilla located below the infraorbital foramen. قلت لك انه هي موجودة تحت الانفراوربيتال فورامينة. The canine fossa is origin site of the طبعا هاي الكينين فوسة ليش اخذناها لان راح تمثل لي origin تمام مالت عضلة تمام اسمها ليفاتور. طبعا بعدين راح ناخذها العضله اللي هي هاي اسمها ليفاتور انجولاس اوراس اوراس مسل. بعدين راح ناخذها هسه احنا دراستنا عظام فقط فلازم تعرف انه هاي الكينان فوسة تمثل لي اوريجين العضله معينه. بعدين راح ناخذ هاي العضله وناخذ اسمها. الانتيريور نيزال ابيرتشر والبيرفورمس ابيرتشر عرفناها وقلت لك لازم تفرق بين هاي وبين هاي بين النوزترالز وبين الانتيريور نيزال ابيرتشر. زين دكتور اكو انتيريور نيزال ابيرتشر اكو بوستيريور نيزال ابيرتشر. نعم اكو تمام بس بعدين راح ناخذها. راح نجي للاوربيتال سيرفيس. هسه الطلاب احنا مو اخذنا انتيريور سيرفيس اللي هو هذا. راح نجي ناخذ الاوربيتال سيرفيس اللي هذا تشوفوه بالازرق انا مأشر عليه تمام. هذا الاوربيتال سيرفيس بعده ستراكشر او عده لاند مارك تمام. خلينا نجي نقرا عليه. طبعا خلينا نشوف انا ضايف صوره عليه. اي تمام هنا أنا هذا الاوربيتال سيرفيس تشوفوه هنا أنا. نجي نقرأ عليه. The orbital surface of the body of the maxilla form the most of a floor of the orbit. راح يشكل لي الفلور مالت الاوربت مو هذا orbital cavity. بعدين راح اخذ انا الاوربيتال كافيتي تمام وانطيك العظام كلها اللي راح تكونه على مود نمهد للمحاضرات السابقه بس ان شاء الله بالمحاضره اللي تجي ناخذها. اقول لك هذا الاوربيتال تمام هذا الاوربيتال بارت مالت اوربيتال سيرفيس اوف الماكسيلا تمام. اقول لك هذا موجود هنا يشكل لي الفلور اللي هو الارضيه تمام او الانفيريور مالت الاوربيتال كافيتي. فيقول لك the orbital surface of the body of the maxilla form the most of a floor of the orbit and feature the infraorbital groove. ها بالانفراوربيتال جروف leading into the infraorbital canal والانفراوربيتال canal راح تنفتح بالانتيريور سيرفيس بواسطه الانفراوربيتال فورامنا. خليني نجي نفهم شلون. طلاب يقول لك هذا الاوربيتال سيرفيس مو صحيح. هذا الاوربيتال سيرفيس بي سيوتشر او سوري بي سلكس او جروف تمام. هذا الجروف تمام اللي هو هنا هذا الجروف شوفوا شلون هنا مبين تمام مثل النقره تمام. بعدين هذا الجروف راح يطب بالبون يكون لي كانال اسمها انفرا اوربيتال كانال. هذا الجروف اللي اسمه انفرا اوربيتال انا مأشر لك عليه انفرا اوربيتال جروف راح يكون لي انفرا اوربيتال كانال اللي هي هاي الانفرا اوربيتال كانال تمشي 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 طب الانتيريور سيرفيس اوف ماكسيلا تنفتح بواسطه فورامنا اللي اخذناها بالانتيريور سيرفيس اللي اسمها انفرا اوربيتال فورامنا. صارت واضحه كلش. فيقول لك هو يكون الفلور مال الاوربت اند فيتشرز ذا انفرا اوربيتال جروف عرفناه الجروف هذا الجروف
بعدها راح يوديني ل يوديني لمن؟ يوديني لكنال، وهاي الكنال تنفتح بواسطة الانفرا اوربيتال فورامينا. تمام، خلينا نجي نعرف الانفرا اوربيتال جروف. يقول ذا انفرا اوربيتال جروف از situated on the orbital surface، موجودة بالorbital surface مال البادي مالت المجزلة. On the floor of the orbit، موجودة بالفلور تحديدا، لأن أكيد إنه الorbital surface راح مالت المجزلة راح يكون للفلور مالت الorbit. تمام، that continuous ها. أقولك هاي الorbital groove or sulcus أقدر أسميها. أقولك هاي الgroove or sulcus راح يقولك continuous تستمر ككنال كقناة. تمام، ككنال كقناة اللي هي راح تكون الانفرا اوربيتال كنال. نهاية الانفرا اوربيتال كنال تنتهي بالانتيريور سيرفيس بالانفرا اوربيتال فورامينا. تمام، the serving as the passage for the infraorbital nerve and blood vessels. اقول لك راح تمر من خلال هاي الانفراوربيتال جروف vessels ونيرف باسمها، يعني اسمها infraorbital nerve وinfraorbital vessel. الانفراوربيتال كنال اللي هي القناة ما بعد الجروف، اول شيء جروف بعدين تحول الى قناة بعدين تروح فورامينا. تمام، يقول لك the infraorbital canal is a bony passage، عبارة عن ممر عظمي، within the interior wall of the maxilla، موجود بالinterior wall of the maxilla، يعني هنا أنا موجود. تمام؟ تمام، هذا الinterior wall مال المكزيلا. Interior wall of the maxilla starting from راح يبدي من groove وينتهي بفورامنا. فيقول لك starting يبدي from the infraorbital groove اللي هو هذا، تمام، and opening on the interior surface of the bone of the bone of the body of the maxilla with the infraorbital foramen، يعني يبدي كجروف وينتهي كفورامنا. The infraorbital canal is a passage for the infraorbital nerve، إنه هو يمثل لي ممر للinfraorbital nerve as well as the infraorbital artery والvein، يعني نفس هذا اللي راح تمر منه الفازل راح تمر من خلال الكنال وتطلع من خلال الفورامنا، فالفازل اللي راح تمر نفس الشيء. تمام، وصلنا للنيزل سيرفيس. تمام، النيزل سيرفيس يراد لنا ايماجن شويه. تمام، فراح نلجأ للتطبيق على مود نفهم. اقول لك اول شيء خلي اجي اقرا عن النيزل سيرفيس قبل لا اجي خلي اروح للتطبيق على مود ادليك مكانه. دكتور وين النيزل سيرفيس؟ خلينا نشيل لك الانفيرير نيزل كونكا بس دقيقه. هاي المكزله وين الانفيرير سيرفيس؟ هذا هسه النيزل سيرفيس، سوري، هذا النيزل سيرفيس. تمام، هذا النيزل سيرفيس مالت اللي راح يشارك في تكوين اللاترال وول اور لاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي. تمام، هذا ايش بي؟ بي هياتس، بي هياتس اللي هي هاي اللي هي، سوري اشرت خطا، هاي الهياتس. تمام، هاي الهياتس بس خل اوضحها زايد، هاي الهياتس. تمام، جواها بهاي الهياتس جوه، تمام، اكو ساينس المكزيلاري ساينس اللي هي جيوب الانفيه اللي موجوده بالمكزله. هسه راح نجي نقرا ونفهمها بالمضبوط. يقول لك the nasal surface of the body of the maxilla form part of the lateral wall of the nasal of the nasal cavity، انه هي راح تشكل لي مال اللاترال وول مال النيزل كافيتي تشكل لي شويه منه. تمام، and features اللي هي large defect. large defect يعني شنو؟ يعني ظاهره مبينة أو واضحة. تمام، اللي هي المكزيلاري هياتس اللي راح يقعد بها المكزيلاري ساينس. خليني نجي نقرأ شوية. يقولك the maxillary hiatus، the maxillary hiatus is opening on the maxillary sinus to maxillary sinus. هي عبارة عن open الهياتس. شنو هياتس دكتور؟ يعني open يعني فتحة، اللي هي هاي حسان جايبوها من النيزل سيرفيس، يعني هذا هنا موجود الانف. تمام، هاي المكزيلاري هياتس. تمام، جاي نشوفها هنا راح يقعد المكزيلاري ساينس اللي هي هاي المكزيلاري ساينس تشوفها هنا راح تقعد، يعني هي ما راح تكون برا. تمام، هي والفرونتال ساينس هسه راح اوضح لك اياها بالزايد. خروح للتطبيق اسوي لك ايزوليت للمكزيلا. تمام، هاي المكزيلاري هياتس، هاي المكزيلاري هياتس. زين، وين راح تقعد المكزيلاري ساينس؟ هنا راح تقعد جوا بالعظم، جوا لجوا. تمام، دقيقة همين خلوا أراويك المكزيلاري ساينس. تمام، وين المكزيلاري ساينس؟ هسه أراويك إياها. تمام، هاي. تمام طلاب، هسه هاي مو المكزيلاري هياتس، هاي مو المكزيلاري هياتس. تمام، شوفون هذا الورد الجواهي أو البرتقالي.
تمام، هو هذا المكزيلاري ساينس، سوري المكزيلاري ساينس اللي هي جيوب الانفيه. زين دكتور هاي وين موجوده جيوب الانفيه؟ موجوده داخل العظم، ده تشوفوه يعني انا اذا بوع خارج العظم ما اشوفه، وانما هي موجوده داخل العظم من خلال هياتس من بالنيزل، بالنيزل سيرفيس مالت العظم. تمام، اكو هياتس بالنيزل سيرفيس اللي هي راح تقعد بهاي الهياتس او الاوبننج راح تقعد بيها المكزيلاري ساينس. خلينا نجي نقرا عن المكزيلاري هياتس اللي هي اوبننج تو مكزيلاري ساينس، هي مخلوقه علما للمكزيلاري ساينس لوكيتد اون ذا نيزل سيرفيس اوف مكزيلا، موجوده بالنيزل سيرفيس مال المكزيلا. ذا مكزيلاري ساينس از ها بارا نيزل ساينس، عباره عن جيوب انفيه، بارا نيزل، بارا نيزل يعني انفيه، ساينس جيوب، فبارا نيزل ساينس يعني جيوب انفيه. اند ايرفولد موجوده ايرفولد سوري يعني شنو؟ يعني مملية بالهواء، مملية بالهواء. ايرفولد كافيتي عباره عن تجاويف مملية بالهواء لوكيتد within the bony of the maxilla، the body of the maxilla within، طلاب ما يقول لك on، يعني على البادي مال المكزيلا، داخل البادي مال المكزيلا بالمكزيلاري هياتس، داخل within تمام of the maxilla and opens with maxillary hiatus إن، إنه هي هاي شنو مفتوحة مع المكزيلاري هياتس، يعني هي قاعدة هنا وفتحتها شنية اللي هي المكزيلاري هياتس in the lateral wall of the nasal cavity، يعني يقلك هي والمكزيلاري هياتس اثنيناتهم وين موجودات وين ينفتحن؟ باللاترال وول مال المكزيلار مال المكزيلا اللي هو اسمه نيزل سوري باللاترال وول مال النيزل كافيتي اللي هو اسمه النيزل سيرفيس اوف مكزيلا. And opens with the maxillary sinus، يعني راح ينفتح مع المكزيلاري ساينس باللاترال وول مال النيزل كافيتي below the mid ها تحت الميدل نيزل كونكي. طلاب شنو ميدل نيزل كونكي؟ احنا دكتور احنا نعرف فقط inferior nasal كونكي، تمام طلاب بما انه اكو inferior nasal كونكي اذا اكو superior nasal كونكي واكو ميدل نيزل كونكي. هاي الميدل وهاي السوبريور ما تعتبر عظام وانما تعتبر بوني بارت، يعني تعتبر جزء عظمي من التيمبورال بون، بعدين راح ناخذها. خلي اروح لك للتطبيق افهمك وينها، تمام وين التيمبورال؟ دقيقه بس خلي ارجع لك شيء ريسبيراتوري، تمام ريسبيراتوري. هاي الانفيرور نيزال كونكي، هاي الميدل نيزال كونكي ده تشوفوها، هاي الميدل نيزال كونكي ولورا السوبريور نيزال كونكي، هي من التيمبورال بون. هاي وهذا التيمبورال بون طلاب، تمام اقول لك هي وين هي؟ هاي المكزيلار هياتس موجوده تحت الميدل هنا، بعدين اللي هي راح ناخذها اللي هي الانفيرور نيزال كونكي والميدل نيزال كونكي والسوبريور نيزال كونكي، بعدين راح ناخذهن تمام وراح نفهمهن بالتفصيل. هسه احنا كملنا هاي تمام، هذا السيرفيس وصلنا للانفرا تيمبورال سيرفيس. دكتور شنو انفرا تيمبورال سيرفيس؟ وين مكانه؟ هذا مكانه طلاب، هذا الانتيريور النيزل هنا نيزل سيرفيس، هذا الانتيريور، هذا الانفرا تيمبورال سيرفيس. ايش بيقول لك هذا؟ بي تيوبروسيتي، بي تيوبروسيتي هنا صاير تمام، هذا هنا الانتر ماكسيلاري سيوتشر، يعني هنا المكزيلا الثانيه اللي هي الليفت او الرايت راح تتصل بي تمام. انت يقول لك من الناحيه الاخ اكو تيوبروسيتي، هاي السيرفيس اسمها انفرا تيمبورال سيرفيس، هنا اكو تيوبروسيتي بيها تمام. خلينا نجي نقرا عنها. The infra temporal surface of the body of the maxilla presents the maxillary tuberosity with alveolar foramina that leading to the alveolar canals. شنو هاي؟ شنو هاي دكتور؟ يقول لك هنا يقول لك هنا المكزيلاري تيوبروسيتي، اكو شيء اسمه مكزيلاري تيوبروسيتي اللي دليتك عليه تمام، او اكو الفيولار فورامينه، عباره عن فورامينه هوايه موجوده بالانفرا تيمبورال سيرفيس، حتى مو واضحه، حتى الرسم مالتها، حتى الرسم مالتها مرات ما يرسموه تمام، لان تكون مو واضحه، صغار، عباره عن فورامينه هوايه. هاي الفورامينه اللي موجوده بالانفرا تيمبورال سيرفيس راح تؤدي، راح تطب بكنال، يعني هاي الفورامينه هي عبارة عن فتحة تمام، بعدين تستمر تتحول إلى كنال اسمها alveolar canals. هاي alveolar canals راح يطب من خلالها نيرف أو artery. هسه راح نجي ناخذها. أول شيء خلينا نجي نقرأ المكزيلاري tuberosity أو أقدر أسمي مكزيلاري imminence. خلينا نجي أقولك is around imminence. شنو imminence؟ يعني tuberosity، يعني عبارة عن بروز عظمي طالع تمام، يعني تتلمسه تشوفه خشن تمام. rounding imminence at the lower part of the infratemporal surface، موجودة باللور بارت مال الانفراتيمبورال سيرفيس اوف ذا باري، يقول لك انه هي موجودة بالانفرا باللور بارت مال الانفراتيمبورال سيرفيس، هذا الانفراتيمبورال سيرفيس باللور بارت موجودة تمام. of the body of the maxilla، the maxillary tuberosity is origin site for few fibers
for a few fibers off of the medial pterygoid muscle. يقول لك هاي المكزيلا توبروسيتي ليش رب العالمين خلقها؟ على المتجع عضلة تتصل بيها اسمها medial pterygoid muscle. مطالبين بيها استل أما مطالبين إحنا لما نأخذ المصل راح نعرفها. تمام. طبعا هاي 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 المكزيلار توبروسيتي يقول لك is origin site for ويسوي لك ياها MCQ ويعدد لك عضلات تختار للميديال تيريغويد مصل. بس احنا بعدين من ناخذها سرح نفهمها. الالفيولار فورامينة الالفيولار فورامينة are several small openings. ايش قلت لك انه هي عبارة عن openings فتحات صغيرة يعني ما اقدر اشوفها حتى تمام وتكون عديدة منتشرة بالinferior temporal surface. تمام يقول لك on the inferior temporal surface of the body of the maxilla leading into قلت لك هاي الفورامينة راح المن تأدي لي أو المن تتحول إلى canal اسمها infra اسم sorry اسمها alveolar canal for passage the posterior superior alveolar nerve and blood vessels to upper teeth. طلاب هاي الفورامينة طبعا أنا قاص هنا قاص هاي على مود تبين لي تمام هنا هاي الفورامينة تشوفوها هاي الفورامينة صغيرة تمام وكو فورامينة ايضا هواي كلش صغيره هاي الفورامين راح تتحول لي الى كانال تمام هاي الكانال راح يطب من خلالها نيرف او ارتري هنا الارتري ما مر... النيرف ما مرسوم تمام اللي هي هاي القناه تتحول لي الى كانال هذا الكانال راح يطب من خلالها ارتري وين يروح يروح لي للاسنان يغذي لي اياها يغذي لي الابر تيث الاسنان العلويه تمام اعتقد صارت واضحه وين وصلنا تمام الالفيولار كانال اللي هسه قبل شوي شرحتها اللي هي عباره عن استمراريه من الالفيولار فورامينا الالفيولار كانال ار سمول بوني كانال هم من صغيره يعني هي الفورامينا صغيره والكانال صغيره تمام within the body of the maxilla leading to the alveolar foramina alveolar foramina يعني هاي يقول لك هاي الكانال يقول لك هاي الكانال اللي هي هنا موجوده تمام يقول لك هاي leading يعني تؤدي المن تؤدي لي للالفيولار فورامينا اللي هي هاي تمام يعني هاي الفورامينة تستمر ككنال وهذا الكنال يؤدي لي الفورامينة نفس الشيء اقدر اطيها بصيغتين عادي alveolar small تمام وين وصلنا leading to the alveolar foramina for passage of nerve and blood vessel to upper teeth للteeth او للupper teeth يعني يقول لك راح يمر من خلالها nerve ومن خلالها a blood vessel اللي راح تؤدي لي للteeth للاسنان مطي كان اكثر من صوره عن متفهم تمام هذا شنو هذا شيء يسموه اللي هو هذا الانفراتيمبرال سيرفيس تمام هذا التوبروسيتي مالته تمام التوبروسيتي مالته اللي هو هذا قبل شوي شرحناه اللي هو المكزيلاري توبروسيتي تمام وصلنا للبروسيس مالت المكزيلا كلكم عرفتوا البروسيس مال المكزيلا انه هي عندها اربع بروسيس خلي اجي انطيك البروسيس اللي هو عندك هنا عندك هنا اللي هو الفرونتال بروسيس تمام عندك هنا الالفيولار بروسيس زيجوماتيك بروسيس ومن جوا البروسيس اللي يكون مربع هوريزونتال اللي هو شنو اسمه بالاتاين بروسيس اللي راح يشارك بتكوين الهارد بولايت بعدين راح ناخذ الهارد بولايت والسوفت بولايت ونعرفها من نكمل المكسل تمام هسه وين وصلنا للفرونتال بروسيس خلي اجي اشرح هذا فرونتال بروسيس اوف ماكسيلا از اكستنشن اوف ذا ماكسيلا بروجكشن بروجكشن عباره عن اكستنشن توسع عظمي من الماكسيلا تمام ابورد يكون هذا التوسع العظمي لفوق تمام ميديالي ابورد وشويه يمير ميديالي يعني شويه يروح ميديالي مثل ما تشوفون شلون هنا راح ميديالي هذا الميد لاين هذا الميد لاين هنا اقول لك هو يروح ميديالي تمام ميديالي اند باكورد فور ارتكيليشن وذ ذا فرونتال بون يعني راح يروح ميديالي ويروح باكورد يعني الى الخلف شويه يتراجع للوراء على مود يسوي الارتكيليشن ويا الفرونتال بون تمام هاي كلكم تعرفوها لان انا من المحاضره الاولى اصلا قلت لكم عليها ذا فرونتال بروسيس اوف ماكسيلا فيتشرز ذا لاكريمال جروف بالمحاضره الاولى لو الثانيه اقول لك يابا بالفرونتال بروسيس تمام مال الماكسيلا بجروف اسمه لاكريمال جروف تمام اللي هو هذا هذا مو الفرونتال بروسيس مال المكزيلا اقول لك بجروف اللي هو هذا سميته لاكرمال جروف هذا راح يشارك في تكوينه اللاكرمال بون تمام والفرونتال بروسيس والفرونتال بروسيس مالت المكزيلا تمام اللي هو هذا الجروف اللي هو نهايته راح تكون راوندد حتى يؤدي لي المن يؤدي لي للنيزو لاكرمال كانال اللي راح تمر من خلالها النيزو لاكرمال داكت مالت الساك اللي راح تكون هنا اللي راح تمتص الدموع اللي اخذناها بالمحاضره الثانيه
تمام. The frontal bone be lacrimal groove. The lacrimal groove خلينا نجي نقرأ عن lacrimal groove كون إنه هو موجود بالfrontal process. خلينا نجي نقرأ عنه. أقول لك the lacrimal groove is a groove for nasolacrimal duct. يكون بي راح تمر من خلال nasolacrimal duct. تمام. كنا نعرف أن nasolacrimal duct اللي هو continuation مالت من مالت nasolacrimal sac اللي هي تمتص الدموع اللي راح تطب منها وتوين تنفتح بالنيزل كافيتي، أو إذا كانت الدموع يعني كلش هواية، يعني شخص جايبك هواية. Situated on the anterior part of the lateral surface of the lacrimal bone and on the frontal process of maxilla, the lacrimal groove participate to formation the nasolacrimal canal. شو يقول لك هنا؟ يقولك عيني هنا إنه هاي وين موجودة؟ موجودة بالinterior part مالت lateral surface مال lacrimal bone، يعني موجودة بهذا lateral surface مال lacrimal bone، موجودة باللاترال surface مال lacrimal bone، وموجودة بعد وين؟ موجودة بالfrontal process and on the frontal process of maxilla. The lacrimal groove, هذا lacrimal groove, تمام؟ اللي هو هذا. يقول لك participate in formation, forming the nasolacrimal canal. يشارك لي في تكوين nasolacrimal canal. اللي هو هذا. هذا راح يستمر، تمام؟ يتحول لي إلى nasolacrimal canal اللي راح تمر لي هنا. كلش بسيط، تمام؟ Zygomatic process. The zygomatic process of maxilla is lateral extension of the maxilla for articulation with the zygomatic bone. إقلك zygomatic process مال المكزيلا اللي هو هذا راح تجي هنا عظمة اللي هي المكزيلا راح يتصل وياها فيقلك هو راح يربط لك المكزيلا ويا zygomatic bone. هو هذا الحكي اللي عنه أصلاً مو مهم. Zygomatic process of maxilla is lateral extension عبارة عن امتداد عظمي يكون باللاترال of the maxilla for articulation with zygomatic bone. تمام. البالاتاين بروسيس هذا مهم. يقول لك هنا عباره عن يكون هوريزونتال، يعني شنو يكون؟ ما يكون فيرتيكال مثل الباقيات، يعني يكون عمودي الاكستنشن، يعني البروز العظمي هذا ما يكون عمودي وانما يكون مربع، يعني يكون عرضي اللي هو يكون هوريزونتال. خلينا نجي نقرا. The palatine process of the maxilla extension of the maxilla shaped as a horizontal palate، يعني يكون بشكل صفيحه عرضيه، تمام؟ هيك تكون. Forming the lateral part of the hard palate. يقول لك هذا الهارد بلايت راح ناخذه بعدين. هسه بنكمل مكزيلا على التالف مره ادري راح ناخذه بعدين على مود اقول لك انه ما راح نعوفه. عندك هنا يقول لك هذا الهارد بلايت راح يشارك في تكوين المكزيلا تقريبا يا مكزيلا يا بارت منه اللي هو البالاتاين بروسيس، وايضا راح يشارك فيه يا هو التكوين اللي هو الهوريزونتال بلايت اوف بالاتاين بون. بعدين راح ناخذها البالاتاين بون. تمام، وين وصلنا؟ الهارد بلايت بعدين قلنا ناخذه. The opening of the incisive canal can be found on the palatine process of the maxilla. يقول لك الopening ها يقول لك هذا البروسيس اللي اسمه palatine process مال المكزيلا be opening be foramen. هاي الفورامينة تؤدي لي إلى canal to canal. هاي الكانال راح ناخذ اسمها الكانال هاي بالأحمر. طلاب هنا ما أعتقد واضحة بس هو هنا موضح لك إياها بالأحمر. هاي الكانال تمام تمام. هذا انه هو مؤشر وين؟ مؤشر سهمين ترى على ذن الكنال اللي بالاحمر. اتمنى تقربوها كلش وتشوفون الكنال. هاي الكنال راح تربط لي النيزل كافيتي ويا الاورال كافيتي. يعني هاي الكنال او هاي الفوسه اللي هي اسمها انسايسيف فوسه. طلاب هاي اسمها انسايسيف فوسه راح تؤدي لي الى تو كنال. هذن النقاط الحمر كنال تصعد للنيزل كافيتي تمام، تربط لي النيزل كافيتي ويا الاورال كافيتي تمام. يعني تجويف الانف وتجويف الفم. صارت واضحه. يقول لك the opening اللي هي incisive canal can be found in the palatine process of the maxilla. ها راح نجي نقرا الانسايسيف كانال. The incisive canal is bony passage يعني ممر عظمي within the palatine process of the maxilla داخل palatine process مال المكزيلا which originate as the paired canal for the ان هو تكون paired canal يعني canal مزدوجه يعني two canal من الفلور اوف ذا يعني من الفلور يعني شنو؟ يعني من الفلور اوف ذا نيزل كافيتي. الفلور مال النيزل كافيتي تمام، يعني من الارضيه مال النيزل الارضيه مال النيزل تمام. وتمتد لي لمن؟ تمتد لي للروف اللي هو السقف مالت من؟ مالت الماوث مالت من؟ مالت الاورال كافيتي تمام. And unit with the palate تمام اللي هي الهارد بلايت والسوفت بلايت. يجي لك هنا تحديدا بالهارد بلايت بواسطه الانفورمد انسايسيف فورامينا. هاي الانسايسيف فورامينا اسمها انفورمد انسايسيف فورامينا اللي بالاحمر انا مؤشر عليها مو النقطتين تمام. يجي لك انه هاي الكنال
اللي هاي الكنال اللي دي تشوفها هنا النقطتين ذني كنال اللي راح تنفتح لي بهاي الفورامينا او الفوسة تمام اللي اسمها انسايسف فوسة. ليش سميناها انسايسف كنال وانسايسف فوسة؟ نتيجة لهذا تمام. هاي الاسنان اللي هنا اسمها انسايسف بعدين راح ناخذها. From each of the incisive canal يقول لك من كل incisive canal مو راح تمتد لي من النيزل وطب لي وين بالأورال. يقول لك from each incisive canal ascend يعني راح يشنو يصعد اكو artery اكو artery راح يصعد واكو nerve راح ينزل تمام. يعني اكو artery راح يصعد المن يطب بالنيزل واكو artery راح ينزل يطب المن بالأورال. هذا راح نجي نفهمه. From each incisive canal ascending a artery راح يصعد اسمه terminal branch of greater palatine artery. اكو palatine artery تمام. اكو terminal branch منه اللي هو اسمه greater branch of palatine artery راح يمر من خلاله تمام. شي يصير ascend هذا يصعد تمام. واكو nerve راح ينزل بعدين هذين راح ناخذهن تمام. nerve راح ينزل تمام اسمه النيزو بالاتاين ارت نيرف تمام. طلاب هنا رسمت لك رسم توضيحي على مود تفهم. هاي النيزل كافيتي وهاي الاورال كافيتي. بالاورال كافيتي اكو انسايسيف فورامينا او انسايسيف فوسه اللي هي راح سوري هاي النيزل كافيتي عفوا هسه خلينا نجي النيزل كافيتي اللي هي هاي بيها شنو بيها كانال اسمها انسايسيف كانال تنفتح لي بالاورال بواسطة الانسايسيف اورا انسايسيف فوسة او اقدر اسميها انفورم انسايسيف فوسة. صارت واضحة حتى بالرسم صارت واضحة اللي هي هاي الكنال وهاي الفوسة راح تربط لي مين؟ راح تربط لي الاورال كافيتي تجويف الفم مع تجويف الانف. الالفيولار بروسيس بسيط هذني مو هسه ناخذهن طبعا ذني هيك جر عليهن وخلي اكس قول مو هسه ناخذهن بالماوث من ندرس محاضرة الماوث. The alveolar process is a crested process عبارة عن يكون حافة تمام يكون حافة هذا البروسيس يكون بشكل حافة of upper of lower jaw. ها موجود باللور جو موجود بالأبر جو يعني موجود بالفك العلوي بالمكزلة وبهذا اكو بالمندبل ايضا اكو بروسيس اسمه alveolar process تمام. بالهاوسس which houses the teeth يقول لك هذا يحتوي للتيث تمام. The curved free margin of the alveolar process is called alveolar arch. يقول لك يا بهذا الالفيولار بروسيس اكو هنا كيرف يعني شنو يعني arch او حافه يكون كيرف شنو كيرف يعني منحنيه او تكون هيك مقوسه اسميها alveolar arch يعني قوس. The alveolar arch هذا القوس الالفيولار مالت الالفيولار بروسيس of the maxilla as alveolar arch of mandible. اكو alveolar arch بالمكزله واكو alveolar arch بالمندible يقول لك انه نفس الشيء يتشابهن تمام. features the following structure تمام اثنين راح يطلع عن هذا بالمكزله تمام واللي موجود بالمندible يقول لك اثنين ذني alveolar arch اللي هن ذني تمام. هذا الالفيولار راح يطلع من خلالها سبتم ويطلع من خلال بعدين راح ناخذها بالماوث اللي هو الدنتال الفيولار والانتر الفيولار سبتا بعدين سبتا يعني حاجز بعدين راح ناخذهن من ندرس الماوث من ندرس الماوث. طلاب هسه اجينا احنا نعرف شنو هارد بلايت وشنو شنو سوفت بلايت تمام. ادري شويه شكلت شنو المهم يقول لك ذا بلايت بشكل عام الهارد بلايت والسوفت بلايت وصفتهن the palate. يقول لك the palate divide the nasal cavity and the oral cavity. يقول لك هاي راح تعزل لي النيزل كافيتي عن الاورال كافيتي اللي هي هاي تمام. يقول لك هاي الهارد بلايت والسوفت بلايت راح تفصل لي النيزل كافيتي اللي يكون فوقها النيزل كافيتي هسه هاي شنو هاي هارد بلايت وسوفت بلايت. يقول لك راح تفصل لي النيزل كافيتي اللي يكون هنا عن الاورال كافيتي اللي يكون هنا تمام. ومفتوحات يعني يتواصلن سوية بواسطة تو كانال تنتهي بفورامينا اعتقد عرفتوها اللي هي الانسايسف فورامينا والانسايسف كانال تمام. نجي يقول لك divide the oral cavity and nasal cavity والoral cavity يقول لك which the hard plate with the hard plate positioned يقول لك هاي الhard plate موقعها يكون بالانتيريور. هاي الhard plate اللي ها هاي صورة بديعة بوصف هذا الشيء. يقول لك هاي الhard plate تكون انتيريور والسوفت بلايت يكون بوستيريور. فيقول لك with the hard plate يكون positioned anteriorly والسوفت بلايت يكون posteriorly.
It formed both the roof of the mouth and the floor of the nasal cavity. يقول لك هذا البلايت ايش راح يسوي لي اللي هو السوفت والهارد بلايت؟ راح يكون لي شنو؟ يكون لي سقف مالت الحلق تمام؟ ويكون لي ال- 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 الارضيه مالت الانف. يعني هذا اللي هو هذا الهارد بلايت يكون لي السقف مالت الفم وتكون لي الارضيه مالت الانف الخشم تمام. It formed the roof of the mouth and the floor of the nasal cavity, reflecting this. عكس هذا. يقول لك من أنا؟ يقول لك هاي الهارد بلايت. خل أجي أوضح لك إياها هسه. أكو بيها ميوكوسا. شن هاي ميوكوسا؟ عبارة تفرز لي مخاط. أكو ميوكوسا. تفرز لي مخاط. ميوكوسا. تفرز لي لعاب. تمام؟ أكو هنا ميوكوسا بس خل أبدل لك اللون. هنا ميوكوسا اللي راح تنفتح لوين؟ بالنيزال كافيتي. بالبلايت. وكنانا ميوكوسا اللي راح تنفتح لوين؟ بالأورال كافيتي. يقول لك هاي الميوكوسا راح تفرز لي اللعاب وهنا تفرز لي المخاط. يعني ما يصير ذني يختلطن تمام. اذا اختلطن يسوي لي مشكله تمام. يقول لي reflecting عكس هذا. يقول لك the superior and inferior plate. هذا superior plate وهذا inferior plate. بس خلوا هذا superior plate وهذا inferior plate. يقول لك serving have different mucosae. mucosae يعني جمع الميوكوسا. يقول لك ميوكوسا قلت لك اللي هي الميوكوسا موجوده بالهارد بلايت اللي مفتوحه المن للنيزال كافيتي تفرز للمخاط واللي مفتوحه بالاورال كافيتي ايش تفرز للطلاب؟ تفرز لي اللعاب تمام. يقول لك superior aspect of the nasal cavity اللي موجوده بالنيزال كافيتي بالسوبريور اسبكت اللي هي respiratory epithelium موجوده بشكل epithelium تمام بشكل ظهاره تمام بشكل ظهاره تمام. اللي راح تفرز له شنو؟ تفرز المخاط. والانفيريور اسبكت اوف ذا بلايت اللي هو الاورال كافيتي اللي الاورال ميوكوسا اقدر اسميها الاورال ميوكوسا اللي راح تنفتح لي بالاورال كافيتي اللي هي بوبليوليتد يعني متشعبه بواسطه يعني هاي وين موجوده؟ بالسليفري جلاند تمام اللي راح تساعد على افراز المخاط سوري افراز اللعاب اللي هو السليفري جلاند. شنو السليفري جلاند؟ يعني اكو بوبيوليتد باي سيكيوريتوري سيكريتوري يعني يقول لك هاي موجوده بالافرازات مالت السليفري جلاند. البوبيوليتد يعني متشعبه يعني موجوده كلش هوايه متشعبه تمام. السليفري جلاند اللي هي الغده اللعابيه. وهسه وصلنا للمندبل للمندبل.